السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة طبعا حديث القاهرة وأظن حديث العواصم العربية ويعني قاطبة هو ما جرى في تركيا مما يعني بات واضحا للجميع أنه في تعليمات أو قرارات صدرت لهذه القناعات الإخوانية اللي بتبث وتمول من تركيا اسطنبول الدوحة بتغيير سياستها العدائيه او توقف عن برامجها او توقف عن السياسه او ما الى ذلك من تفاصيل في ظني ان الامر اكثر وضوحا ان احنا بنتكلم على مكسب حقيقي للدوله المصريه. مكسب حقيقي يستحق الاحترام والاشاده والتقدير والتبجيل والدراسه كمان وقراءه المنتج ده. منتج هذا المكسب. كيف انتج هذا المكسب خدوا بالكم القصه ليست قصه منافس اعلاميه والحقيقه هي يعني القول بانها منافذ مع اعلاميه في مغالطه مهنيه كبيره لانها كانت نوافذ ومنافذ لحملات الكراهيه والتشويه والتشهير وتعظيم الارهاب ودعم الارهاب والدعوه الى الارهاب وفي تحريض على الجيش المصري وعلى الشرطه المصريه بشكل لا يمكن باي حال من الاحوال الزعم مهنيا او انسانيا او عقليا او منطقيا ان احنا بنتكلم على منافذ اعلامية ذات صبغة مهنية يمكن التعامل معها يعني بتعاملنا مع الاعلام عموما يعني لكن في المحصلة مثل هذا القرار انتصار للاراده المصريه ايه المكسب اللي في الموضوع وهو مكسب واضح بقول لكم لا يمكن ان يغفله الاعمى يعني اي حد حتى يعني من الذين يتحفظون على سياسه هنا على موقف هنا على كلام هنا في الحكومه المصريه ليس له ان يرفع عينه امام وضوح هذا النجاح وهذا المكسب الذي يخرق العين خرقا ليه بقى بقول ليه ايه المكسب هنا المكسب هنا هو تحقق الاراده المصريه بمعنى مصر ما غيرتش قرارها ما غيرتش سياستها ما غيرتش موقفها الطرف الاخر اللي غير استجاب للاراده المصريه انا بقول انه عموما هو مكسب في الحق انه مصر اصرت على حقها على موقفها على مبداها مكسب وانه تركيا يعني عادت الى الحق أو يبدو أنها تريد أن تعود إلى الحق مكسب. خصوصاً إنه تركيا أردوغان تحديداً عشان برضه طول الوقت في أي مشهد من مشاهدنا السياسية لازم نفصل ما بين الشعوب والحكومات. الشعوب وعلاقتها ببعض وصداقتها ببعض دي مسألة وتعايشها مع بعض واحترامها البعض ومحبتها مع بعض وتعاونها مع بعض فوق الخلافات الحكومية. لكن المشكل هنا انه الادارة التركية كانت ادارة تدير باخوانيتها يعني كان موقف عدواني عقيدي يتراجع بقى عن الموقف ده شكرا يعني شكرا للاراده المصريه التي حققت ذلك ويعني ووصلنا الى هذه النقطه وهنا برضو نقطه لابد من الاشاره اليها والاشاده به انه في حاجه اسمها ثبات رؤيه وضوح رؤية وثبات موقف وصلابة مبدأ انتهى لانه الطرف المعادي طول الوقت يظهر عداءه يظهر تطرفه ومغالاته في العداء تحويل الامر الى حتى ملاسنات يعني خارج حدود السياسة وخارج حدود المنطق هو يعود الى رشده كويس شكر مرة اخرى العودة الى الرشادة دي حاجة يعني لا بأس به لكن هنا بس خليني اعمل بين قوسين انه مصر لا يجب ولا ولم يحدث ولا اظن انه حدث يعني ان فكره ان مصر تفرح باصله قفلوا قنوات مصر اكبر من ان تفرح او او حتى ترحب باغلاق قنوات او منافذ اعلاميه او برامج لانه البلد دي اكبر من انها تدير حوار او موقف او تصريح او سياسة على برامج وعلى اشخاص وشخصيات يعني موضوع اكبر واعمق واهم من ده بكتير عشان كده انا متصور مع احترام الشديد للحكومة المصرية ومع احترام الاشد يعني لكل المسؤولين يعني وانا مش عايز ابدو هنا وكأني يعني اللي بيحبنا ما يضربش فرح ما يضربش نار في فرحنا <applause> لكن مضطر اتكلم عن بيان وزاره الاعلام او تصريحات وزير الاعلام حسب التوصيف المتوصل بيه اللي هو حكايه انه ترحيبه بقرار الحكومه التركيه اولا خلينا اقول انه احنا ما فيش قرار رسمي على الحكومه التركيه هي إيه قرار ابلغت بيه القنوات احنا نعلق احنا حكومتنا تعلق على قرار رسمي لما يطلع قرار رسمي انت بتتكلم كلام رسمي في مواجهه الرسمي إنما أنت مش قرار معلن ولا قرار رسمي ومن ثم ليه بنعلق؟ يعني أنا أكبرت في المؤسسات الدولة أنها لم تعلق على الموضوع لأنها أكبر من هذا الموضوع لكن فوجئت بمثل هذه التصريحات أو ذلك البيان اللي أنا بعتبر إنه نشاز شوية في الموقف لأن إحنا أكثر ثباتا ورؤية وأعمق وأبعد من إن إحنا نتكلم في تفاصيل كدولة تتكلم في التفاصيل الصغيره بهذا الشكل خالص. لانه كمان ده مش طالع رسمي عشان ترد عليه رسمي ولا ابلغت بيه مثلا دبلوماسيا او حكوميا عشان ترد عليه حكوميا. ثم يصح ان احنا نقول بوضوح يعني مهما كان راينا في قنوات اعلاميه ما ينفعش وزاره الاعلام تطلع ترحب باغلاق قنوات يعني اعلاميه. يعني حتى من من الباب المهنه لا اتصور ان هذا يصح، مش عايز ابدا بكلام يبدو وكانه سلبي لانه المشهد مهم والمشهد مكسب حقيقي والمشهد نجاح للسياسه المصريه، انا عايز اقول بالعكس يعني النجاح ده يوقفنا عند دراسته، فعلا لازم ندرس كيف استيقظت مصر في لحظه او كان بالليل حتى يعني ووصل لها مثل ذلك الخبر بخطوه تركيا مع هذه القنوات اللي يقول لك انه ازاي النجاح ده حصل والمكسب ده حصل؟ يعني اتصور انه مصر نجحت فيما يمكن ان نسميه الصبر الاستراتيجي. الدوله المصريه عملت تقريبا ممكن نعتبر انه نجاح مبهر مش في موضوع القنوات في الملف كله نجاح مبهر في عقيده الصبر الاستراتيجي. كانت صبوره ومنضبطه وواثقه ايه هو الصبر الاستراتيجي يعني انك انت لا تنجر الى انك تبقى سياسه رد فعل اولا تؤمن ايمان حقيقي بقضيتك العادله ومبادئك الواضحه وسياستك الثابته ماشي ده اول حاجه في الصبر الاستراتيجي تاني حاجه انك انت لا تستسلم للانفعال لا تكن غضوبا ومنفعلا ومقرر ان العاطفه تدير قراراتك او تصريحاتك او سياستك ثالث حاجه انه لا تنجر ابدا كدوله في سياسه الصبر الاستراتيجي دي لرد الفعل لا للانفعال ولا الرد الفعل ولا يجبرك احد على انه تحدد الأج... هو اللي يحددك اجندتك ويفرض عليك معارك كلامية دعائية سياسية اقتصادية لا صبر الاستراتيجي اللي انت انت محدد اجندتك وانت واثق في قدراتك وانت و وانت مستوعب ومحتوي الحاله العصبيه المتوتره وما وما تبقاش اسير رد الفعل ولا الانفعال ده نجاح حقيقي وده سياسه يعني ال لو عايزين ندرسها وربما ندرسها هنلاقي المثال ده واضح قوي في تجربه العلاقات المصريه التركيه وعمومها في مشهد الصبر الاستراتيجي ده يعني لما كمان وسط ده في, في, في ماشي ماضي بثقه شديده في سياستك بلا انفعالات ولا تورطات ولا انجرارات لاي من الامور المستفزه او التي تحفزك أو تحرضك على الخروج عن سياقك، لأ أنت واضح جدًا في هذه السياسة، سياسة الصبر الاستراتيجي اللي هي نجاح الحقيقة أنا بعتقد إنه نجاح كبير وأظن إنه يعني أحيا في قلبي وعقلي أمل وتفاؤل كبير إن بذات السياسة الصبر الاستراتيجي هننجح في ملف سد النهضة. بنفس هذه الطريقه الاستيعابيه الاحتوائيه المصره المصممه العازمه الصبوره الواثقه المكتمله السياسات والاركان في التعامل مع الحدث ده بعينه اعتقد انه طريقه الصبر وسياسه الصبر الاستراتيجي كما اتت أثمرها مش بس مش موضوع قنوات ولا برامج القنوات والبرامج ده اصغر اوي من المشهد لا في موضوع تغيير استراتيجية دولة رفع درجة من درجات الغليان في العداء والاستنفار ضدك والتحريض والتمويل والدعم كل ده في أكثر هنتكلم يعني في أكثر من نقطة في المنطقة تلوم ثعبنا يعني دي سياسة إزاي نجحت ده الصبر الاستراتيجي مش فكره برنامج قفل ولا فتح مصر ايه اللي هتتهز عشان برنامج قفل وفتح إنما فكره انه السياسه نفسها بتتغير اداره العلاقه نفسها بتتغير فانت بتيجي على ارضي اهلا وسهلا برضو يعني السياسه تقبل التحولات والتغيرات والتبدلات دي السياسه على فكره ومصالح الدول والشعوب تسمح في احيان كثيره للانتقال من مربع لمربع لكن ازاي تعمل ده؟ ازاي توصل لده؟ او ازاي تخلي الطرف اللي قدامك هو اللي ياخد الخطوات فيجي على ارضك؟ ده دي قصه يعني تستحق ان تروى وان تدرس. زي ما الصبر الاستراتيجي ده عمل ايه؟ يعني النقطه دي احنا وصلنا للنقطه دي ازاي؟ كان لازم نوصل للنقطه دي بسياسه صبوره في السنوات الماضيه عملنا فيها ايه؟ لما نقرأ المشهد انا ما عملتش حاجه، انا هقرا المشهد. تلاقي مثلا لازم تربط على طول مصر وهي بتنجز كل مستحقاتها وتسدد كل مستحقاتها لشركات التنقيب عن البترول والغاز والغاز تحديدا فتبقى هذه الشركات الأجنبية كلها اللي بتشتغل على أرض مصر أو اللي عايزين نجيبها أرض مصر تشتغل في التنقيب معندهاش مصر ما عندهاش ديون ولا التزامات ماليه ماديه على هذه الشركات ومن ثم لما تيجي تقول انا عايز انقب في البحر المتوسط عايز انقب غاز عايز استكشف اكتر يبقوا هم اكثر حماسا واقبالا وتعاونا على انه يشتغل معاك في التنقيب وفي الغاز ويدخل معاك البحر بحر المتوسط لما اروح اعمل اتفاقيات دولية شديدة الأهمية مع اليونان وقبرص والبعض مننا كان بيتساءل بما فيهم أنا عن جدوى ده دلوقتي والحدود البحرية ليه دلوقتي طب نتناقش فيها طب نعرف أولها من آخرها لكن لما تبص دلوقتي تقول ما كان يمكن أن نصل لهذه اللحظة إلا بهذا التحالف وبهذا التعاون الوثيق وهذه الاتفاقيات التي جرت مع اليونان ومع قبرص وان احنا ننقل الاتفاق مع اليونان وقبرص الى حد ان احنا نعمل منتدى غاز المتوسط فيتحول الى قوه اقليميه واقتصاديه في الدرجه الاولى طبعا و, و العليا هي اللي تقدر تملي الشروط و و و وتلزم الاطراف الاخرى لما انا ابص للمشهد برضو احنا وصلنا هنا ازاي؟ بالصبر الاستراتيجي ازاي وصلنا؟ وصلنا كمان انه الجيش المصري يبقى مستعد انه رئيس الجمهوريه يقول انه سرت خط احمر فتبقى سرت خط احمر في ليبيا وينتبه نتيجه قوه الجيش المصري اراده مصر في انها هتوقف الخط الاحمر عند سرت فيحصل ردع لو انت مش قادر على الردع ما كانش ارتدع حد <applause> يعني فاللحظه دي لحظه بقول لك صوره بتكتمل قدامك انه ما كان يمكن ان نصل الى هذه النقطه بدون ان نعبر هذه النقطه وتلك وتلك وتكتمل النقاط بما فيها ان يفضل علاقتك واضحه في آم آم ترابطها وصلاتها القوية مع دول الخليج ايا كانت محطات تباينات في بعض السياسات او في بعض الخطوات لكن يظل العلاقة الاستراتيجية المتينة قائمة وقادرة على ان تفرض نفسها فما كان يمكن لاي طرف احنا السؤال الكبير هنحاول نجاوب عليه لماذا فعلت تركيا هذا؟ لماذا تنازلت تركيا عن السياسه العدائيه وعادت الى يعني ما ما يمكن ان نطلق عليه الصواب السياسي؟ فالاجابه هي ده فندم. موقفك انت موقعك انت قوتك انت صبرك الاستراتيجي انت خطواتك انت اتفاقياتك قوتك على الارض ده شيء ما كانش يمكن اي نحو من الانحاء انه يحصل استجابه من الطرف التركي الا لما بيشوفك انت كجيش تسليح للقوات المسلحه حتى في قدرتها في البحر ودي حاجه مهمه للغايه برضه لما بيشوف يلاقي وزاره الداخليه تصفيه بؤر الارهاب في مصر ونسبه وتراجع العمليات الارهابيه وتصفيه التنظيمات الارهابيه انا طول الوقت بقول لكم ان احنا ما بنواجهش الارهاب لغايه دلوقتي بس احنا بنقضي على الارهابيين او بنعمل اكبر درجه من درجات القضاء على الارهابيين والتنظيمات الارهابيه. ما كانش ممكن تدير علاقتك بـ بـ في المنطقه دي ومع الطرف التركي ده الا وانت ممتن كده يعني معضد ومقوم ومدعم بهذه النقاط اللي انت بتعمل فيها نجاحات بما فيها حتى النجاحات المعلوماتيه والتفوق المعلوماتي والاختراق اللي انت بتعمله على اكثر من صعيد. إيه 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 لما نيجي حتى على وزاره الخارجيه قدره الخارجيه على انها تعرف تنسق وتبقى جسر وتقدر توصل وتقدر يعني انا عارف طبعا انه اكيد في مايسترو وشخصيات او شخصيه على الاقل محوريه في كل ده لازم اللي منوط بيه اداره الملف لكن اي مايسترو لن يستطيع ان يعمل بدون عازفين واي عمل ينجح لا يمكن ان يكون الا عملا جماعيا صحيح ممكن يديره شخص يديره مسؤول لكن في المحصله هو عمل جماعي فالمربع السيادي ده المربع السيادي ده اللي تقدر تقول عليه الجيش الداخليه المخابرات الخارجيه قدرت تقدم دعم مهم قوي جوه سياسه الصبر الاستراتيجي او تبقى حتى هي ازرع وجسور هذه السياسه الصبر الاستراتيجي بالقصين كده وسط ده كله يعني من عده شهور مصر انقذت او عده اسابيع مصر انقذت سفينه تركيه على فكره كانت بتغرق في البحر المتوسط وبالمناسبه تركيا بعتت شكر لمصر يعني بس عايز دي فكره القيم اللي الدوله وعلى فكرة مصر دولة ذات قيم من قديم لكن مهم قوي ان طول الوقت نحيي هذا المنطق اللي هو إحنا دولة عندها أدبيات وعندها قيم وبتمارسها إما بصمت أو بثقة أو بصمت واثق أو بثقة صامت حتى تركيا برضو في, في في الاسابيع برضو السابقه او قبلها او بعد هذه الحادثه في سفينه دخلت المياه الاقليميه غلط واعتذرت لكن بقول لك انت بتتصرف كمصر بالمناسبه مصر الذي لا يصح معها ابدا انه اطراف فيها او ناسها او لجانها تعرب عن تشفي او عن شماته اعتقد انه القوى المصريه الحقيقه والنبل المصري الحقيقه عند مواطنيها وعند حكومات حكوماتها لازم يبقى يرتفع تماما عن التشفي وعن الشماته وعن الغلظه في الخصومه والايغال في الخصومه فلا تشفي ولا شماته ولا قيمه اساسا للتشفي ولا الشماته اطلاقا. لكن مصر وهي بتدير الملف ده واضح جدا انه في خطوط حمراء وربما اكثر حمره في التعامل مع الـ الـ الطرف التركي، بمعنى انه رقم واحد اليونان صديق حليف والاتفاقات معها اتفاقات نهائيه وكامله ولا يمكن التخلي عن هذا الحليف ولا يمكن حتى المناوره معه لانه برضه من دي قيم مصر اللي لابد ان احنا ننتبه لها وقيم سياسيه أي أيوة قيم سياسيه واستراتيجيه مش السياسه مش بس سياسه المصالح لا وكيف تدير هذه المصالح وازاي تشوف المصلحه عن بعد وازاي تشوف المصلحه في المدى البعيد كمان كما المدى القريب فاليونان ما ينفعش تناور بيها اليونان انت علاقتك بيها علاقه قويه ووثيقه وانت وقفت مع اليونان واليونان وقفت معاك في لحظه مش هينفع احنا صحنا طرف تاني يجي يتودد فنقول طب ما تاخر انت يا يونان مفيش حاجه دي فالطرف اليوناني اصيل في الاتفاق الاتفاق المصري وخط احمر عند مصر بحيث انه احنا تتخلص المشاكل مع اليونان ومصلحه اليونان وموقف اليونان يحترم تاني حاجه انه ملف في ليبيا زي ما احنا قلنا ان سرت خط احمر فاحنا بنتكلم على كل اطراف وكل المرتزقه يرفعوا ايديهم عن ليبيا اللي بيتكلم على انه الموضوع المشهد عباره عن برنامج قفل ولا برنامج فتح قناه هتبقى تقول في السياسه ولا كان في الترفيه بيهون جدا من لحظه الموقف السياسي التاريخي اللي احنا عشناه من امبارح بالليل النهارده وله امتداداته وطبعا كان له يعني تاريخه الخمس شهور الست شهور عده شهور الماضيه لما اتكلم كمان عن الخطوط الحمراء وانا بكلم كل ده في اطار التحليل انه ترسيم الحدود هي المشكله ايه؟ لو تركيا مضت بكره الصبح ترسيم حدودها طبق البحريه طبقا للقانون الدولي اهلا وسهلا برضه خلاص ايه الموضوع؟ هي تركيا اللي رافضه انما مصر شرطه نتفق اه ماشي منتدى الغاز اهلا وسهلا برضه في منتدى الغاز نمضي ترسيم الحدود يتم ترسيم الحدود التركيه طبقا للقانون الدولي اتفضلوا ادي يعني دلوقتي بقى ولا بعد ما نشوف شويه ونشوف جدية أكتر نشوف مدى زمني للاختبار والثقة الأكتر يعني وارد إنما المبدأ هو إنه نوقع توقع ترسيم الحدود زي المبدأ بتاع إنه دول الخليج والعلاقة بدول الخليج علاقة أم أم يعني إحنا وإحنا بنتكلم بنتكلم عن مصر وعن دول الخليج وإحنا لما بنسمع بنسمع عن مصر وعن دول الخليج علشان الامور ليه؟ لانه في الاخر قوه مصر من مكانتها الاقليميه، وقوه مصر من قوه حلفائها، وقوه مصر من مواقفها الثابته، وقوه مصر من صبرها الاستراتيجي، وقوه مصر من ثقتها في اداره ملفاتها. ومن ثم ما ينفعش احنا احنا لا نختطف الامر اختطافا. احنا بنبص لرؤيه اوسع واكبر من كده. نرجع للسؤال الاهم وتركيا عملت كده ليه؟ اللي بيتابع وبيقرا ما يجري في في تركيا يستنبط يعني تحليل يمكن ويصح انه يكون اقرب الى الصحه والصواب في تفسير الموقف التركي. اول حاجه في تفسير الموقف التركي صلابه الموقف المصري. مبدئيه الموقف المصري. قوه الموقف المصري. ده يعني اولكش. إن كنت ضعيفا مهزوزا إن لم تكن آه يعني ثابتا راسخا ما فيش طرف هيجي يقولك لك نقدم خطوات للاتفاق وللتراجع عن سياسات العداء ونقعد على طرابيزه طيب طيب نعمل شوفوا انتوا عايزين ايه ما حدش هيجي لك الا وانت قوي ثابت راسخ فده صلابه الموقف المصري هي رقم واحد في تغير الموقف التركي لكن برضه سؤال ما هو اللي بيدرس اردوغان من 20 سنه من 2001 لازم يعرف انه اردوغان سياسي بارجماتي نفعي يعني اخواني فيدور <تصفيق> <تصفيق> يدور حول مصلحته وبرضه في السياسه كده على فكره برضه يعني انه بيدور حول مصفين مصلحه فيعملها وده يفسر لك كمان تحولات كتير في اردوغان يتحالف ويفك التحالف يبقى مع كولن وي... ويخلع من كولن ويهاجمه وي... وعايز يسجنه ويسجن جماعه فتح الله كلها كان مع اربكان وبعدين مع السلامه ارب يعني سياسي يعني يعني تقلبات وتحولات وتغيرات و... 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 وانتقال من النقيض للنقيض و... و... ويعمل فيها ليبرالي وعلماني في الاول وبعدين يتكلم فيها يبقى خليفه الم... وهكذا فمنطقيه التحولات، التحولات منطقيه في عالم السياسه، لكن كمان في عالم السياسه النفعيه وفي عالم الاخوان اللي هو ثقافه جماعه الاخوان انه لا صديق ولا حليف للابد وانها تغير مصالحها وتنقلب تماما بلا ذره من خجل، عادي جدا. وتنظر لده عادي برضه. لكن كمان على صعيد اخر بقول المتابع للموقف التركي يلاقي لا في استنزاف للجيش التركي في المغامرات اللي اتعملت في سوريا وفي غيرها اللي يعني اللي يقرا الارقام يلاقي اكتر من 30% أكتر لا يمكن اكتر من ثلث الموازنه في تركيا او الناتج الاجمالي رايح على التدخلات العسكريه دي ففي استنزاف للاقتصاد وده لانه برضه اللي بيتابع السياسه الاقتصاديه والماليه في دول العالم ومنها تركيا هيلاقي مثلا لسه من يومين او ثلاثه رافعين سعر الفايده ل 19% في البنوك ده معناه تضخم كبير ومع يعني في ازمه اقتصاديه فضلا ما على ان اردوغان نفسه في انتخابات قادمه برلمانيه ثم رئاسيه وهو عايز يغير في قانون الانتخابات وعايز يغير في الدستور لكن في معارضه ومعارضه كبيره وبتتصاعد وبتتوسع او على الاقل بتشاغب وبتاثر رغم كل يعني انتهاكات حقوق الانسان اللي بيعملها هناك لكن دي لها حساباتها خصوصا ان المعارضة زاعقة في مواجهة الوجود الاخواني والتواجد الاخواني لانه كمان لما تقرا اردوغان وتقرا تصرفاته وسياسته وموقفه الاخير تشوف ان الاخوان عبء على تركيا اخوان هو عبء على تركيا حقيقي عبء سياسي منعهم عن تطوير علاقاتهم مع مصر ومع يعني غاز المتوسط والثروه المعطله بالنسبه لهم في البحر المتوسط و الاستثمارات الخليجيه والعربيه فعبء عبء بكل تفاصيله يعني ومن ثم احنا قصاد المشهد بوضوحه كده في تركيا انه في كمان بعد مهم او في بايدن الاداره الامريكيه الجديده ممتعضه من اردوغان وما بتديش الكارت الابيض اللي كانت بتديه او يعني الكارت الاخضر سميه بقى زي انت عايز اللي كانت بتديه اداره ترامب ترامب بالمناسبه له استثمارات كانت في تركيا واستثمارات تشارك فيها مع حليف اردوغان شخصيا يعني المهم بايدن تغيير السياسة ده هو بيضعف موقف أردوغان وبيضطره إلى اختيار بقى يعني يدايا ده لا الملف هنا لا الملف هنا لا أمريكا لا روسيا لا استمرار المغامرات العسكرية وعلاء درجة المغامرة والابتزاز للدول المحيطة أو الاعتدال والاندماج فيه أو المشاركة فيه واقع قانوني واضح اسمه غاز المتوسط هو كمان مستنزف حتى في ليبيا فكل ده يوديه والملفات كلها بتتستف بناء على اداره جديده جت في البيت الابيض فكل طرف بيعيد ترتيب اوراقه ويزود مناطق قوته ويقلل من مناطق ضعفه فبيض اللاعب اساسي في الاسباب اللي ودت الى الموقف التركي طيب نروح بقى إلى السؤال وبرده مرة أخرى السياسات أو السياسة لا تحكمها العواطف لكن كمان لا يمكن أن ندمج الشعوب مع الحكومات وإحنا طول الوقت بنفصل ما بين الشعب وحكومته صحيح الحكومات المفروض إنها منتخبة من الشعب وكل حاجة لكن في المحصلة ما ينفعش خلافات في سياسات وبين حكومات تقضي على العلاقات بين الشعوب حتى العلاقات الاقتصاديه الرياضيه الفنيه الخ الخ يعني. طيب نروح بقى الى الاخوان. ماذا يفعل الاخوان؟ يعني انا عايز بس اقف آه عند كذا نقطه تفصيليه الاول. يعني في اخوان حصلوا على الجنسيات او الجنسيه التركيه على فكره. فهناك هم يعاملوا معامله الاتراك. آه ولهم اعمال تجاريه هناك كمان. التقديرات بتتكلم وانا اعتمد هنا على دراسة مهمة للأستاذ الباحث المتميز أستاذ مير فرغالي بتقول لنا انه حوالي 2000 اخواني الموجودين على مستوى القيادات في نزوح من اول ما حصل احساس بتغير الموقف التركي النزوح ده الاخواني رايح الى عدة دول يعني بيرصد الاستاذ ماهر فرغالي في دراسته انه في 276 طلب لجوء اسلاميين لكوريا الجنوبيه منهم 122 اخواني او 112 112 اخواني ف ده طلب لجوء لترك... لكوريا الجنوبيه طبعا طلب اللجوء يق... يقتضي بانه هو موجود هناك بس طلب اللجوء هيبت فيه بالموافقه وبالرفض وده برضو حاجه لافته لانه الدراسة نفسها بتقول لنا انه قيادتين لحسم الاخوانيه الجماعه الارهابيه يعني يحيى موسى وعلاء السماحي سافروا من تركيا لكندا. احنا عندنا ماليزيا، كوريا الجنوبيه، جنوب افريقيا، كندا، دول نزوح جديد من بعض الاطراف والقيادات الإخوانيه وده يقتضي، وأعتقد برضه سياسة الصبر الاستراتيجي هتثمر في هذا المجال، يقتضي إنه ندير حوار واضح مع الدول دي، وهي دول كلها دول صديقه يعني، إلى إنه ما ينفعش نفاجئ ببؤر تتسع خصوصًا كندا فيها إخوان مسلمين يعني ومراكز إسلاميه مموله من الإخوان، ودور إخواني وسلفي. في الجاليه العربيه والاسلاميه هناك يعني مدوي مدوي فاحنا مش مش المشهد لا يصح ولا يجب ان يتحول الى بؤر متعدده ايضا في عده مناطق او في عده دول و ونبقى رصدين ده كويس ويبقى كمان عاملين يعني احتياطنا ويبقى علاقاتنا علاقات قويه متينه مع تلك الدول علشان نجهض هذه البؤر مبكرا لانها تبقى بؤر ارهابيه مصدره للارهاب. خدوا بالكم يحيى موسى اللي الى كندا ده كان هو اللي بيدير عمليه اغتيال النائب العام السيد هشام بركات. طيب استراتيجية الإخوان في الإعلام أظن أنها هتتغير يعني هو كان من فترة بيتكلموا في الموضوع ده واجتماعات لهذا الشأن واضح أنه هيعملوا قناة جديدة في في انجلترا في لندن او احياء لقناة موجودة عندهم فضلا على الديجيتال بقى ووسائل التواصل الاجتماعي وكمان بيشتغلوا على انشاء رابطة للمصريين في الخارج يعني وهم طبعا يبقوا كالعادة يعني هيئة علماء المسلمين اتحاد علماء المسلمين والاتحاد العلماء المسلمين ده هو اخوان مسلمين بيدوروا لاخوان المسلمين بس عامل يافطه قال يعني علماء المسلمين يجيب لك حد من ماليزيا حد باب اندونيسيا حد شاف ايه بس هو يخ... نفس الحكايه اتحاد جمعيات ايه مش عارف ايه فرنسا اخوان مسلمين بس هو عامل لك المشهد قال يعني ايه جمعيات دينيه اسلاميه من كل حته ولابسين بدل بقى وعاملين فيها يعني ايه مستنين و... و... وسطيين يعني حاجه نفس المشهد برضه هتلاقيه في ال المراكز البحثيه اللي هم بيخترقوها الجامعات هتلاقي الجمعيات اللي بيعملوها فده جزء من اللعبه الاخوانيه لان انا بقول لك ايه بقى؟ وخليني اتكلم على نقطتين طيب بعد شويه انا يعني هادير حوار مع باحثنا ومحللنا المتميز المتخصص في الجامعات الاسلاميه والاخوان المسلمين الاستاذ ابو السعد، لكن خليني قبل ما اروح له اكلمك في اكثر من نقطه سريعه كده واضحه فيما يخص سياسه الاخوان واستراتيجيه الاخوان. التصور انه الموقف التركي معناه نهاية الاخوان ده تصور حالم او ساذج يعني الاخوان جماعة باقية وتنظيم موجود على الارض ومخترق مجتمعات كتيرة بما فيها مصر ومخترق مؤسسات كتيرة بما فيها مؤسسات في مصر عشان المثال تبقى واضحة واي تعامل على انه اصل كده خطر الاخوان انت خطر ايه اللي انت خطر ايه اللي انت ده حرباء تتجدد وكل شوية تعيد تشكيل نفسها وتعيد ترميم نفسها وتعيد يعني تموين نفسها بسموم جديدة افعى انفرغ سم استعادت بسم جديد له ف والسوابق الإخوانية واضحة جدا في هذا المجال لو تحب أن احنا نتكلم يعني عن تاريخ الإخوان مع الملك فاروق ومع عبد الناصر ومع السادات ومع مبارك أكلمك عن طول الوقت مراحل خمود استضعاف كمون ثم عودة يعني بتوحش وبتوغل وبعنف وبإرهاب وكل مرة مصر تخدع برضو عشان المسألة تبقى اللي كان ضد الملك فاروق وكره الملك فاروق وكره النقراشي ومش عارف ايه يتعاطف مع جماعه الاخوان أصل عشان هي عدو عدوي ده كلام مراهق بقى لو لو اعيد مره اخرى لهذه الايام تبقى انصيبة زي ما حصل نفس الحكايه جمال عبد الناصر تصور انه يتحالف مع الاخوان المسلمين في مواجهه حزب الوفد والقوى الليبراليه والمدنيه هم يا دوب سنتين وحاولوا يختلوه وينقلبوا عليه وحصل صار يدخلوا في السجن يوم ايه وخلاص بقى يعني جماعة بتتآكل يعني تنظيميا على الاقل والفكرة بتضمر لانه عبد الناصر حارب الفراغ فملاه ملاه بايه بقى الله اعلم يعني الاشتراكية على النصرية على الحاجات دي ده كان قصة في الاخر نوع نتفق نختلف لكن ملا فراغ جه السادات برضه تصور انه يقدر يتحالف مع هذه الجماعه فاحيا العظامه وهي رميم رميم الاخوان احياء انور السادات وشكله جسدا مره اخرى فاستعادوا الحرباء بقى استعادت لونان يناسب السبعينيات وبني تحالف مع الدول الخليجيه وتمولت ونسقت مع امريكا واشتغلت في موضوع افغانستان يعني فانتهى الامر بانهم قتلوا انور السادات. نفس الحكايه جه مبارك برضو حاله الاول الاستضعاف والكمون والمصالحه الوطنيه اللي اول سنتين في عهد الرئيس مبارك ثم استفحلوا واستوحشوا وتوغلوا في كافه ارجاء مصر وفي كل يعني اطيافها وفي كل اطرافها. واقتصاد على ماليات على مدارس على جامعات احتلوا يعني تقريبا كانوا مسيطرين على نوادي اعضاء التدريس مسيطرين على هيئات التدريس في في الرصد بيقول انه في 2000 مدرس جامعه اخواني في 2014 كان في 2000 مدرس اخواني استاذ جامعه اخواني ما تقوليش بقى احنا عندنا 30 سنة بنحارب الإخوان أيام و و 2000 إخواني في الجامعة؟ شركات الإخوان، مؤسسات الإخوان المالية والاقتصادية، محلات الإخوان، كل ده اتكون إمتى وإزاي؟ خطة دؤوبة من الإخوان واشتغلوا عليه، آه شوية من فوق كده يتقبض عليهم شوية مش عارف إيه، لكن الخط شغال. مين مسيطر على نقابة الأطباء؟ مين مسيطر على حتى نقابة المحامين في مراحل من, من مراحلها يعني؟ ايه طب اسنان معلمين طبعا بالضبه والمفتاح كلها كانت اخوان وغيرها فاحنا بنتكلم اوعى حد يتصور انه حاله ما يبدو انكسارا او انحصارا او تراجعا لجماعه الاخوان يبدو اختفاء معها اختفاء اثرها او اختفاء خطرها بالعكس ده هم بيرجعوا بقى في حاله الكمون حاله الاستضعاف لا احنا قوى مدنيه لا احنا ايه احنا اسلام وسطي والطريقه بقى اللي هم خدعونا بها جميعا بشكل كلي او بشكل جزئي او بشكل نسبي في فتره مبارك ما كتير مننا كما يتعامل مع الاخوان على اعتبارها فصيل محافظ وتقليدي ومتزمت وغبي لكن اهو هنعمل ايه طيار موجود في المجتمع وله من حقه انه يتكلم ومن حقه انه يشارك وهو بيطلع في بيخش في الانتخابات والدوله بتسيبه وهو كسبان 88 مقعد وقبلها كان 17 مقعد في البرلمان ولا حاجه 30 وايام تحالفه مع الوفد وبعدين تحالف مع فخلاص فصيل يميني رجعي غبي لكن هو موجود الحقيقه ما كانش كده كان ده الـ الـ السطح والجذر التنظيم الارهابي المتأصل في الارهاب العنيف المتأصل في العنف التكفيري الاقصائي اللي اول ما حصل المشهد 25 يناير ظهرت تلك الجماعه على حقيقتها الاولى لا تبدلت ولا تغيرت وعادت كما هي واعتى في عنفها ووحشيتها وغبائها ورجعيتها وخيانتها للبلد. فأظن المسألة خلاص إن كان أحد منا قد خدع فأن يخدع ثانية فهذا أمر يستدعي أن نقول عليه إنك أهبل أو متعبد اللي بيقول دلوقتي لجماعة الإخوان جماعة طيار يعني ويمكن قبوله وأصله مش عارف إيه وناس عايزين يشتغلوا في السياسة أو ده يبقى لا 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 هذا أمر يشك في عقله أو في ضميره ده إما في مشكلة في عقله أو في ضميره لانه مش هنكرر مأسينا تاني من سنة 28 نكرر نفس المأساة تضرب الجماعة في يعني اضلعها وقفصها الصدري فتعاود الصعود مرة اخرى والعودة مرة اخرى ونحن نعتقد انها عودة حميدة طيبة مستفيدة من الاخطاء متسامحة تخلت عن عنفها وارهابها اطلاقاً ففترات الكمون والاستضعاف دي ارجو ان احنا ما نكونش قد يعني استغفلنا كما استغفلنا من قبل ال النقطه الاخيره اللي عايزك اه حتى فيما يخص الصوابق الاعلاميه زمان بالمناسبه وبعضنا عاش هذه اللحظات وبعضنا يعني قراها يعني يوم عبد الناصر وكان في معارضه ضد عبد الناصر وكراهيه عبد الناصر سافرت برا البلد مضطره او مجبره او هاربه او مطروده فعملوا في 56 في 1956 بالعدوان الثلاثي ظهرت اذاعه اسمها مصر الحره وبتواجه عداء شديد لكن على الاقل في الوقت ده يعني ورغم انه حاجه يعني كارثه وفيها كان تاثير مصر الحره ده وكاتب كبير زي الاستاذ احمد الفتح تورط فيها و كان شيء ولا يمكن ان نعتبره الا يعني شيء لابد من ادانته ادانه مطلقه وكامله متعاون فيها والاذاعه دي كلها متعاونه مع اجهزه مخابرات ضد عبد الناصر مخابرات امريكيه على بريطانيه على المانيه يعني ومتحالف مع الاخوان وقت حاجه يعني في منتهى البذاءه التاريخيه. المهم انه وانتهى وين؟ الموقف بانتصار مصر السياسي، مصر انهزمنا في 56، لكن انتصرنا سياسيا وانتهت اذاعه مصر الحره واظن ان الاستاذ احمد فتحي لما رجع مصر في الثمانينات يعني او في السبعينات ما حبش يفتح الملف ده ويتكلم عنها حتى لما كتب على عبد الناصر ما كانش عن تجربته في الاذاعه دي لكن في سوابق من نوع انه معارضه بس دي معارضه سياسيه حتى ايام رئيس السادات برضه خرج من مصر طيور كثيره مهاجره و مطرودين او مطاردين او منفيين او باحثين عن الرزق وطبعا ممكن تقرا كتاب الاستاذ محمود السعداني كاتبنا العظيم يعني الساخر الجميل ولد الشقي في المنفى وهتشوف يعني تجارب من ده بقى من جرايد على مجلات اتمولت بقى من ليبيا واتمولت من العراق واتمولت من دول عربيه كتير في الوقت ده كانت كارهه للسادات وبتدير حربا سياسيه ضده ومعارضين بس برضو في الاخر معارضين كانوا ضد السادات انا عايز اوصلك للفرق يعني اخطاوا ما اخطاوش جانبهم الصواب حقه فيما قالوا يعني في الاخر رجعوا كلهم وبقوا رموز موجوده في المجتمع المصري في فتره الثمانينات يعني وما بعدها في مصر لكن في الاخر دي كانت معارضه سياسيه لها موقف من النظام الحاكم ومن الرئيس الحاكم وقتها وبتدير خلافاتها بشكل يعني اما مضطره او مجبره او يعني مقبله من الخارج فرق كبير قوي من حتى يعني برضو كان في شيء سخيف وبذيء اسمه اذاعه مصر العروبه كان بتتعمل في الجزائر وبعدين بعد كده اتعمل في العراق ويعني وفي كان في تورط فيها فنانين مصريين قالوا عن نفسهم معارضين للرئيس السادات وبعضهم الحقيقه فاق للموقف انه ما ينفعش تشتغل عند نظام عربي تشتم فيه نظام مصري يعني حاجه وتجربه برضه وردمت وانتهت ف ما ينفعش نقارن التجارب دي بتجارب الاخوان ليه؟ ليه؟ اولا لازم نفرق بين المعارضه الشريفه المحترمه اللي بتعارض سياسه وبتعارض مواقف وبتعارض حكام انما ما بتعارضش وطن لا تسعى الى ارهاب ولا العنف ولا التدمير بلد ولا كراهية شعب ولا كراهية حتى نظام فرق كبير جدا بين معارض سياسي وبين ارهابي يعني ايه اللي جاب دل ده ايه اللي جاب دل ده يعني المعارضة السياسية من الداخل او من الخارج متى كانت معارضة سياسية وفي الاراء والافكار حقها حقها ولا مش حقها على رأي رؤى يعني حق رؤى انما انك تبقى ارهابي وعامل لي فيها معارض وعايز حق المعارض ايه حق المعارض ايه وهو في معارض مع, مع, مع عائل في الدنيا الا لو كان مجنونا او ارهابيا يحرض على جيشه وعلى شرطته وعلى حرق بلده ويفرح في هدم مؤسساته ايه الجنون ده ايه الجنون ده دي ملهاش دعوه بالمعارضه خالص فاي حد عايز يلبس الموضوع لبس ان دي معارضه ده, ده كلام فارغ ده ارهاب المعارضه من الداخل او من الخارج معارضه سياسيه اهلا وسهلا مهمه وواجبه بالمناسبه وده برضه نقطه مهمه منافذ اعلاميه بتبث ارهاما من الخارج حاجه واحتياج المصريين الان 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 وليس غدا على راي السيده فيروز الى انفتاح اعلامي حقيقي وانفتاح سياسي وحريه سياسيه هي حق للمصريين ملهاش اي علاقه بقى باجواء منافذ الارهاب ونوافذ الارهاب واعلام الارهاب اللي بيقولوا عليه اعلام ده ده مساله لافته للغايه ومهمه واساسيه ورئيسيه ومركزيه بعد الفاصل احاور آه الباحث المتميز الاستاذ طرب السعد إذا عدنا حديث القاهرة كيف نقرأ التطورات الأخيرة وتأثيرها على جماعة الإخوان وداخل هذا التنظيم خلينا نروح إلى خبرنا بقى وباحثنا المتميز محلل الأستاذ طارق أبو السعد المتخصص في الحركات الإسلامية والإخوان المسلمين أهلا بك أستاذ طارق منورنا أهلا بحضرتك يا أهلا بك إلى أي حد أقدر أقول أنه في رد فعل واضح من قبل يعني جمهور الجماعة وأعضائها في مصر تجاه ما جرى في تركيا أه قبل ما أدخل ده أنا عايز الأول أحيي حضرتك وأحيي جمهورك العزيز وأحييك على التشريح الدقيق لحالة الإخوان وأضم صوتي لصوت حضرتك بالتحذير من أن أي مقولة تخص عودة الإخوان كجماعة سياسية معارضة وطنية هي بمثابة معول هدم داخل المجتمع تاريخ الإخوان تاريخ مليء بالخيانة للجماعه الوطنيه تاريخ مثبت فيه انهم وكلاء لقوى اخرى ابدا لم تكن وطنيه صحيح ارجع لسؤال حضرتك وااكد على نقطتين اول نقطه ان اي رهان على غير الوطن هو رهان خاسر صاحبه يرفل في ثوب العار ويلاحقه اينما كان فرهان الاخوان كان على اي حاجه تاني غير الوطن رهان الاخوان كانت على قوى اجنبيه تساندهم رهان الاخوان كان على اسقاط الدوله واسقاط مؤسسات الدوله واسقاط المجتمع في يتون خلافات داخليه وحرب واحتراب داخلي وعنف وارهاب ده كان رهان اعتقد انه خسر واثبت خسارته الان البطل في هذا الفاعل او البطل الفاعل الحقيقي في هذه المعركه هو الشعب المصري اللي بقدم له كل التحيه والتقدير لانه واجه ال ال الاله الاعلاميه الخطيره الاخوانيه من منصات كانت تستهدف وعيه وتستهدف اللحمه الوطنيه وتستهدف ال الوشائج اللي ال داخل المجتمع المصري واستطاع لوحده منفردا دون دعم من احد ان يصمد امام هذا المخطط الشرير اللي كان يستهدف الوطن تحيه للشعب المصري البسطاء العظماء الذين يقدمون في كل فتره وفي كل محنه الدرس العظيم رغم الحاله الاقتصاديه الطاحنه لم يستمعوا الى دعاوي الهدم ارجع بحضرتك تاني بقى لماذا يحدث للاخوان الاخوان اولا علشان نفهم موقفهم ونفهم طبيعه عملهم في المجتمع المصري او في اي مجتمع هم بيخترقوه، أه. لازم الاول نحط سؤال، من يستخدم من؟ هل الاخوان تستخدم القوى الاقليميه لصالح مشروعها ام ان قوى اقليميه تستخدم الاخوان كحصان طرواده داخل أه. المجتمعات؟ تقديري الشخصي وخلال قراءاتي وخلال معاشرتي لهذه الجماعه ومعرفتي بتفاصيل دقيقه، الجماعه تستخدم دائما كحصان طروادة لصالح أي قوة إقليمية ممكن تكون تركيا مرة قطر مرة دول أخرى أسماء تختلف ونتفق معها أحيانا ألمانيا في الحرب العالمية أحيانا كثيرة بريطانيا الأم الرؤوم التي صنعت هذه الجماعة فبالتالي في الملف الأخير العشر سنوات الأخيرة كانت الإخوان المسلمين هي أحد أدوات التوظيف داخل المجتمع المصري لصالح المشروع التركي القطري بدون الدخول في تفاصيل المبررات ده ايه؟ اه 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 تركيا كانت ترغب في ان يكون العالم العربي هو اه الرافض لها اقتصاديا وسياسيا. بس و... اه برضه الاخوان بيقدموا ده على انه هم اللي بيستخدموا القوى الاقليميه، بيقدموا ده لجمهورهم لاعضائهم لانصارهم ان هم اللي بيستفيدوا من هذه القوى وهم اللي بيشغلوها مش هم اللي بيشتغلوا تحت ايديها، او ربما يكون نفع متبادله برضه يا يعني وخدمات مشتركه يعني تبادل المنفعه يعني الحقيقه انا لا اميل لا الى ذلك آه. لان واضح العماله واضح التوظيف آه. من يملك التمويل يملك التوظيف انت في تعبير كان دايما يتقال على هؤلاء الذين يستخدمون كجماعات ارهابيه في ايدي تنظيمات وفي ايدي دول ومنظمات خارجيه يقول لك بندقيه للايجار فيبدو ان الاخوان طول الوقت بندقيه للايجار. خلينا اقفز الى المستقبل و و واسال ما الذي يعني اولا رد الفعل على جمهور الجماعه في في مصر وهم لا يزالون موجودين بقوه يعني او كمان مستقبل الجماعه ذاتها. ال الاخوان ك خلينا نفصل القيادات من ال من 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 الاعضاء العريضه الاخوانيه. آه. القيادات كانت تدرك ان هذا هو النتيجه النهائيه او المحصله الحقيقيه، وبعض القيادات المفصليه كانت عارفه ان دي خطوه هتحصل هتحصل وجايه جايه. لا. اكبر دليل عليها في 2019 كان في تسليم محمد عبد الحفيظ وهو احد جماعات احد قاده حسم والجماعات التي مارست ارهاب داخل مصر ومتورط في اغتيال النائب العام الشهيد شامبركات بركات. تم تسليمه من تركيا إلى مصر ودي كانت إشارة إلى أن هناك تعاون ما أو هناك رؤية ما لتركيا أنها تتخلص من كل العناصر التي مارست العنف بطلب من مصر. دي كانت إشارة لكن الإخوان القيادة قرأت هذه الإشارة لنفسها وما حاولتش تدي تحذير لأتباعها فمن استطاع منهم النجاة حصل على 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 الجنسيه التركيه او خد لجوء الى دوله اخرى او فر الى مكان ثاني هرب وسابوا القاعده من الاخوان اللي موجودين في تركيا اللي عددهم تتجاوز يعني 2000 او 3000 شخصيه موجوده في تركيا سابوهم زي ما هم موجودين ما حدش حذرهم ما حدش نبههم وما حدش قدم لهم المعونه. الاخوان القاعده رفض التصديق لان الدعايه الاخوانيه لافرادها كانت قويه جدا بان ده دا دار الايواء دار الهجره دار النصره اخونا رجب اردوغان الرجل الذي سيعيد الخلافه الرجل المسلم الذي يحفظ القران واشياء كثيره كانت تهدد وعي كتير من افراد الاخوان ان هذا الرجل يعني التمثيل الحقيقي او التجلي الحقيقي لفكر الاخوان المسلمين عندما يصل الى الحكم وانه سيقيم الدوله الاسلاميه المنشوده في اذهانهم والخلافه الى كل هذه الاوام وحتى كان بيساهم في نشر هذا الوحي الزائف يوسف القرضاوي عندما تحدث عنه في 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 في, اسطنبول على انه الخليفه القادم وانه م. القادر على اعاده منصب الخلافه مره اخرى فبالتالي ما هم مش مصدقين حاليا هم مش مصدقين ان ده يحصل مش مصدقين ان القنوات يتم اغلاقها مش مصدقين ان تصدر تعليمات بان إن, ان بعض الشخصيات الاخوانيه التي تورطت في اعمال عنف داخل المجتمع المصري تم تحديد اقامتها بالفعل خلال الاسبوعين الماضيين قبل الاعلان عن اغلاق المنصات الـ القنوات الاخوانيه حاله عدم التصديق دي تحويل الخطاب هتودي لفين اخوان الداخل دول؟ في الداخل بعد ما هيمتصوا الصدمه هم هيقدروا يقنعوهم مره اخرى ان ده ده خير وده مش شر ولا حاجه ان ده شيء بيتعرض ليه الاسلاميه وان دي محاوله للعوده مره اخرى ومن كان يعبد محمدا فان طريق. محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت اه على طول دي واحد م. دي واحد لكن ده هيجهزهم للدور الوظيفي في المرحله القادمه الاخوان لها ادوار وظيفيه في كل مرحله او كل عقد من الزمان حسب ما بيتم من طلب منهم وحضرتك زي ما قلت ان هم بندقيه للايجار هم اكثر من بندقيه للايجار هم منبر للايجار يعني منبر يقفوا فيه يقدموا الخطاب اللي مطلوب منهم لو الخطاب المره دي تهييج هيهيجوا لو خطاب المره دي دعوه الى الاسلام الهادي الوسطي هيقدموا نفس الخطاب اللي هو مطلوب منهم فالمرحله القادمه هو ما هيكون مطلوب منهم التركيز على خطاب الاقليات المسلمه مناصره الاقليات اللي موجوده في العالم في مشاهد معينه بيتعرضوا فيها مثلا الايجور اللي موجودين في الصين الرهنج الموجودين في م. في في مصر بقى يقدموا نفسهم يعني حماة المسلمين واقليات في العالم خطاب, خطاب غير سياسي وان كان سياسي في المنظور العام لكن مش سياسي يخص الدولة المصرية، هيخففوا شوية داخل الضغط على على أنفسهم في مواجهة الدولة، لكن بين كده زي ما بيقولوا المصريين اللي في القلب في القلب. مم. يعني ما يكنه الإخوان للدولة المصرية وللمجتمع المصري سيظل قلوبهم مريضة تجاههم إلى أن تأتي اللحظة التي ينتقم فيها مره اخرى من كل الافراد، مم. خليني افكر حضرتك والساده المشاهدين انهم كانوا بيشتموا الشعب المصري صحيح مش بيشتموا القياده السياسيه اذا كان عندهم خلاف معها او مع قيادات امنيه اذا كان كذا او كذا، كانوا بيشتموا الشعب المصري، كانوا بيسموه شعب بياده، مم. العنوان ده يجب ان لا يغيب عن اذهان الناس هذا ما يكنه الاخوان للشعب المصري حقيقه قولا وفعلا. اشكرك جدا يا استاذ طلال ابو السعد، اشكرك للغايه على هذه المداخله وعلى هذا التحليل وهذا التحذير وهذا التنبيه الذي يجب ان يكون داخل وعي كل واحد فينا فضلا عن وعي لدى القوى السياسيه المدنيه، اوعوا تتصوروا او تتخيلوا انه هذه الجماعه ستسكت عن ارهابها او ستصمت عن عنفها او ستغلق على كراهيتها اطلاقا. هذا امر ثبت بالتاريخ وبالجغرافيا انه مستحيل انه لا يمكن ان تحيا مصر حياة سياسية حقيقية ولا حياة ديمقراطية ولا نستمتع حتى بحرية سياسية طول ما تيار الاسلام السياسي والاخوان موجودين في هذا المجتمع ولعبين دور ده دور افساد لأي حياة ديمقراطية واي حرية في مصر متوقعة او منتظرة او نسعى اليها طول الوقت بعد الفصل نلتقي السلام عليكم عدنا. بصوا احنا عايزين نتكلم في الصحافه الاجنبيه عموما لكن عنوان اللي انا اخترته او عن ثلاثه عناوين النهارده العنوان قادم من اسرائيل منها ارتس الاسرائيليه من الكاتب ديفيد روزنبرج اللي بيتكلم على العلاقات المصريه الاسرائيليه الاقتصاديه محاولا ان يقارن بينها وبين العلاقات مع الامارات على الفتره القصيره اللي شهدها التطبيع بين الامارات واسرائيل. ربما يكون هدف ديفيد هو استنهاض مصر لمسيره تطبيع ساخن او ربما يكون رغبه في الوقيعه ما بين مصر والامارات فيما يخص العلاقه باسرائيل ويعني خلينا نقرا المشهد بشكل ادق. رقم واحد بس انا عايز اتكلم على السلام مع اسرائيل ورغم انه بالتاكيد نتنياهو نجح نجاح كبير وضخم بكل المقاييس يعني في بناء جسور من العلاقات وتطبيع مع الدول العربيه ربما تجاوز عددها الخمسه مؤخرا والمفروض انه هيعلن تطبيع مع السودان من خلال زياره للامارات لكن خليني اقول لك نتنياهو داخل على انتخابات يوم الثلاث القادم في اسرائيل دي الانتخابات الرابعه في مدى عامين او اقل وبيقولوا احتمال يبقى في الخمسه كمان انا يعني ثقتي في دهاء وذكاء وخبث ولؤم وسياسه وحرفه وموهبه نتنياهو السياسيه كبيره جدا <applause> يعني هو الصهيوني الذي ادرك تماما الى اي حد هو ذكي سياسيا وألاعيبه لا تخفى وحاوي عظيم في سرك السياسة ولا أظن أنه هيخسر إلا لو حصلت مفاجآت لكن أنا بعتقد أنه يعني هيكسب هيقدر يدير يعني تحالف مرة أخرى لكود ومرة أخرى آه رئيسا للحكومة الإسرائيلية آه ويكمل الخمسة عشر سنة يعني هو بقاله 14 يكمل ورا بعض المهم ايه اللي يعنيني في الحكايه دي غير طبعا انه ضروري ان احنا نتابع الانتخابات الاسرائيليه ونشوف المجتمع الاسرائيلي ونشوف تطوراته وكل مواقفه اذا كنا عايزين نفهم عالمنا واذا كنا عايزين نعرف ننتصر في معاركنا واذا كنا عايزين نعرف يبقى عندنا رؤيه للعالم صح لازم نتابع خصوصا الدول والبؤر المهمه جدا والساخنه بالنسبه لنا احنا كمصر وكمنطقه عربيه. طيب خليني بس اقف عند النقطة اللي عايز أوصل بيها الموضوع السلام مع اسرائيل. إنه أو التطبيع مع اسرائيل ان جيت للحق يعني. إنه السلام لم يكن عنوانا انتخابيا ولا ناجحا بشكل انتخابي جماهيري حتى في اسرائيل. يعني لم يعد السلام بين اسرائيل ودول عربية مجال اهتمام واسع وتشوق عظيم وانبهار رهيب ولهفة مجنونة من قبل الجمهور الإسرائيلي موضوع فقد معناه أو فقد أهميته فقد سخونته فقد بريقه بالنسبة للجمهور الإسرائيلي نفسه يعني كان سهل من عشرين سنة لو كان نتنياهو عمل اتفاقية سلام مع السودان كان يكسب فيها ثلاث انتخابات اتفاقية مع زار فيها أو الإمارات حصل تضييع طيب معاه كان زمانه بقى رئيس الوزراء إسرائيل مدى الحياة لو ده في وقت سابق، لكن يبدو ان قصه وملف موضوع السلام بين اسرائيل والعرب لم يعد لا ساخنا ولا مؤثرا جماهيريا لا في الوطن العربي ولا في اسرائيل. او على الاقل لم يعد بذات الدرجه اللي كان عليها من الاهميه والمكانه واحتلال مشهد الاهتمام في الدول العربيه وحتى في اسرائيل. فما في سلم الاولويات. طيب ممكن نتناقش بقى في ده ليه وازاي دي قصه يعني نتناقش فيها ممكن جدا وارد وموضوع يستحق يعني. لكن لما يقول هنا بقى ديفيد روزنبرج سته اشهر من العلاقات الدبلوماسيه مع الامارات العربيه المتحده انتجت حجم تجاره وسياحه اكبر كثيرا من اربع عقود من السلام مع مصر. حتى قبل تأسيس العلاقة الرسمية كانت الشركات الإسرائيلية والإماراتية تتحدث مع بعضها البعض منذ تأسيس العلاقات والصفقات تأتي بسرعة وقوة بسرعة وقوة في مجالات البنوك تحلية المياه التكنولوجيا المتطورة الطاقة الدفاع على سبيل المثال للحصر حتى في المطاعم التي تقدم الاكل اليهودي الحلال في انحاء دبي ظهرت وكذلك الصالات الرياضيه التي تعلم فنون كراف ماجا للدفاع عن النفس وهي الرياضه التي طورها الجيش الاسرائيلي من الكوندو والملاكمه والمصارعه والجودو والكاراتيه وقبل غلق النافذه بسبب فيروس كورونا كان قد زار الامارات نحو 130 الف اسرائيلي لم يحدث اي شيء مماثل مع مصر ابدا في العام الماضي لم يبلغ حجم التبادل التجاري سوى 171 مليون دولار وهو حجم أقل مما كان عليه منذ عشر سنوات يزور السائحون الإسرائيليون سيناء مجاورة بأعداد هائلة من أجل شواطئها ولكن يزور عدد قليل منهم باقي مصر وعلى الجانب الآخر في 2019 قبل أن يضع فيروس كورونا حدا فعليا للسفر زار إسرائيل 8000 مصري فقط هو عايز يوصل للفكره دي ليه السلام آه طازج ناضج جميل ساخن كده من اول لحظه مع الامارات وليه بارد آه مثلج آه مع مصر وبيكلم طبعا في المقال على اتفاقيات غاز بين مصر واسرائيل وما الى ذلك لكن كلها في اطار رسمي متكتم مغلق مفيش تعاون <applause> خلينا نتكلم في نقطتين هنا النقطه الاولانيه بالمناسبه في بدايه العلاقات المصريه الاسرائيليه بعد مبادرة السلام أو معاهدة السلام رئيس السادات كان في شوية سخونة في الأول ورجال أعمال راح وكان في شوية حماسات وحاجات كده ربما نفاقا للرئيس السادات نفاقا للدولة رغبة في بداية جديدة رغبة في الربح ممكن يكون أسباب كتير في في دفعة أقول ده في حكم في مصر راح حكم في إسرائيل لكن عموما ده كان في الفورات الأولانية دي لما كان ربما الشعب المصري معتقد في جزء منه صغير معتقد ان اسرائيل جاده في السلام او مؤمنه بالسلام او يعني او في سلام لكن ده كله ده تراجع جدا وللغايه كل السنوات التاليه لانه لما تيجي تحلل سيد ديفيد روزنبرج آه لفكره السلام المصري الاسرائيلي ايوه هو سلام رسمي مش سلام شعبي وهو سلام بارد مش ساخن سببه سببه شديد الوضوح مصر حاربت اسرائيل واسرائيل حاربت مصر وسقط شهداء مصريون بالالاف وفي تاريخ من الحرب وتاريخ من الاحتلال الاسرائيلي لاراضي مصريه وعربيه الامارات مش كده ولا المغرب ولا السودان ولا البحرين عشان بس الصوره تبقى واضحه الشعوب اللي بيكبينها حروب والدول اللي بينها حروب غير الدول اللي جايه من منطقه ما فيش دم مش يعني بينا ها دي نقطه وما فيش حرب فيش تاريخ حروب. اه العرب حرب وكل حاجه بس مش الدول العربيه او الشعوب العربيه اللي بيتكلم عنها ديفيد روزنبرج رقم اتنين انه ده بس في الاول الاماراتيون يمكن بعد شويه يكتشفوا انه برضه اسرائيل لا عايزه سلام ولا عايزه وان الموضوع كله آآ آآ لن ينتهي الا لسلام بارد برضه ومثلج ليه ليه هنا لانه في نظريتين عشان محدش يحاول يوقع بين الدول العربيه وبين الشعوب العربيه والامارات دوله مهمه و و واهميتها كبيره ودوله بتفكر ودوله ذكيه دوله نابهه يعني والمغرب دولة عريقة ومهمة وشعب عظيم زي الشعب الإماراتي زي الشعب السوداني زي زي الشعب البحريني دي دول يعني ذات مكانة وذات كبرياء وذات عقل بتعمل كده ليه؟ والسؤال اللي هي ليه شكل السلام ده غير السلام ده اللي بيتكلم عليه ديفيد روزنبرج؟ لأنه هما نظريتين في نظرية مصر معتنقاها ادي الدين حقي وبعدين نتكلم بمعنى انه يتعود الحقوق المختصبة من اسرائيل للفلسطينيين وتقوم دولة فلسطينية فيقدر الشعب ده يقدر المجتمع ده يبلع فكرة التطبيع والتعايش بقى والسلام وكده ففي شرط هنا زي الحزب الوطني القديم في مصر ايام الانجليزي يقول لك لا تفاوض الا بعد الجلاء ده فانت في المحصله اتفضل يعني وريني حقوق هذا الشعب وهي تسترد فاقدر ادير معك علاقة حوار ساخن بقى بدل البرود والثلج اللي انت بتتكلم عنه في نظرية تانية ربما الامارات والدول العربية الاخرى بتفكر فيها نظرية انه ادارة علاقة مباشرة مع اسرائيل تدفع للسلام وتسترد بها الحقوق العربية من اسرائيل دي نظرية ودي نظرية خلينا نجرب يعني لا بأس يعني نظريتين ونشوف لأن احنا قدام مشهد بيقول انه لابد من القبول بأن احنا نفكر افكار مختلفة و و وما نقعدش عند المختلفين مختلفين فيه نقف ونتمركز ونتمطرس لا نفتح افقنا ونبني استراتيجية وطول الوقت مشكلة العرب انه كل واحد عايز يفرض على التاني نظريته او يفرض على التاني مشروعه بالعكس طب ما نتعاون في خلق استراتيجية متنوعة الأساليب والسياسات ونشوف الراجل ديفيد بينهي المقال وبيقول نوعية الروابط العميقة متعددة الأوجه التي تطورها إسرائيل مع الإمارات تستلزم مشاركة الجميع من رجال الأعمال الذين يتفاوضون على الصفقات والمسؤولين الحكوميين الذين يوافقون عليها إلى الإعلام الذي قد يشوهها أو يشيد بها فضلا العمال الذين سينفذونها أنت مستعجل قوي يا ديفيد على فكرة، أنت فاهم الإمارات غلط. يعني الإمارات مش مستعجلة. الإمارات متمهلة و و وبتستكشف وبتجس نبض وبتدرس ال المبالغة الشديدة في إنه العلاقة مع الإمارات صعدت إلى أوج تعاونها ومش عارف إيه، ده ترويج إسرائيلي بالمناسبة. لانه انا قريت راجل اعمال اماراتي اشترى فريق اسرائيلي، فريق كرة قدم اسرائيلي ومش عارف ايه وكلام تقرير في ناشر منشور في مواقع واسرائيليه وبتاع. وسالت رجل اعمال قال لي كلام نصب، ما حصلش حاجه خالص ولا لا رحت اسرائيل ولا زرت اسرائيل ولا اشتريت في اسرائيل ولا كلمت اسرائيلي. يعني ليكن يعني ده وقعة ممكن تكون وقع ثابتة من بالنسبة لي نفيها ومختلقة تماما من الإعلام الإسرائيلي لكن وممكن يكون في وقائع تانية حصلت لكن في المحصلة المبالغة والنفخ ده ده هدف إسرائيلي مش واقعي ومش حقيقي و وال و واللي يعرف العقلية الإماراتية يدرك ذكائها و و وثقلها و وتقلها على رأي يعني سعاد حسني وهو إيه تقيل يعني عايز انقل الى مقال أم أم توماس فريدمان وهو مقال شديد الاهميه الكاتب الامريكي الاشهر او الاشهر خارجيا بالنسبه لنا يعني بعد مرور عام ما دلنا بدون خطه لمنع الوباء القادم. المقال ده اللي هو كاتبه في 16 مارس او نشره في 16 مارس بيقول انه حضر حوار ومناقشة هو ادارها حلقة نقاشية هو ادارها عن عنوان البحث عن سبل لمنع الاوبئة المستقبلية وده كلام مهم او شوف احنا يعني مهمة الاعلام مهمة الصحافة مهمة مراكز الفكر مهمة العلم انه يعني يدور على الاجابة دي اجابة انه البحث عن سبل لمنع الاوبئة المستقبلية ومجموعة من العلماء والخبراء كانوا بيتكلموا على نقطة شديدة الاهمية وهي علاقة الإنسان بأخيه الحيوان اللي بتؤدي إلى الفيروسات يعني يعني فازاي إنه إحنا أحد الطبيب بيطري شهير وخبير بيكتب وبيقول في الجلسة دي الحديث عن أغلب الفيروسات المستجدة تأتي من الحياة البرية ليس لوما للكائنات البريه بل لتوضيح ان سلوكياتنا تدعو تلك الفيروسات الى غرفه معيشه الانسانيه اذ ناكل اجزاء من اجسام الحيوانات البريه ونصطاد مختلف الفصائل البريه ونخلط بينها وبين غيرها في الاسواق من اجل البيع وندمر ما تبقى من الطبيعه البريه بسرعه مذهله فكروا في ازاله الغابات وكل ذلك يعزز بشكل كبير نسب تعرضنا لمسببات امراض جديده اسفيسكي البيطري الشهير ده بيقول سبب كامل وبسيط بشكل مدهش هو علاقتنا المحطمه مع الطبيعه البريه والتي كثيرا ما تعتمد على تكبر يفيد باننا بشكل ما منفصلين عن باقي الحياه على الارض طبعا المقال ده مقال ممتع لانه فكره الخفافيش هي اللي اصابت الطيور وأنفاذ الطيور الخنازير ايه ده ايه علاقه الحيوانات بجلب الاوبئه وكاننا عايزين ندين الحيوانات او كاننا عايزين نقطع العلاقه بيننا وبين الحياه البريه وبين الحيوانات، كلام علمي شديد الاهميه وفاتح على ان احنا بنفسد الكون، بنفسد حياتنا، بنفسد الكون وفي تحذيرات كتير اذا استمرينا كده النهارده جاي من الخفافيش ولا امبارح من الطيور ولا اول امبارح من الخنازير، بعد كده هيجي من الارانب هيجي من يعني من الحمام من اي حاجه لما أرى المقال ده الحقيقه بيجي في ذهني على طول واحد من اساتذتنا الجمال الرائعين دكتور محمد المغزنجي الكاتب والاديب المرموق والطبيب النفسي الرائع والمفكر المدهش اللي هو مشغول جدا بقضيه الحيوانات وعالم العلاقه بين الطبيعه وبين الانسان ولو كتابات رائعه في هذا المجال وفي هذا الاطار منه الكتاب الاشهر له حيوانات ايامنا الحقيقه الدكتور محمد مزنجي جدير بانه يبقى كان لازم في الجلسه دي لانه فعلا لما احنا قصاد الجائحه القادمه هتبقى جائحه لا علاقه بنهم نهم الانسان وطمعه وافساده في الارض في افساد الحياه البريه وافساد يمارس بقوه يعني هو بيقول حتى في فريدمان هنا احنا طالعين المريخ وعايزين بنصور بقى ايه اللي مثلا و... وهل في حياه في المريخ وهل في طبيعه حياه في المريخ وهل في بينما قاعدين بتدمر الحياه على الارض يعني انت مش محتاج تدور على الحياه على الارض انت عايش على الارض بتدمرها وطالع تدور هو ايه الحال في المريخ يا عم انت بتدمر تحت طالع تشوف ايه الاول بس تعال نروح الى العنوان الثالث وهو كتاب عنوانه رائع بالمناسبه منتصف الليل في القاهره ده نجمات مصر في العشرينيات العشرينات الصاخبة يعني ده دار نشر دبليو دبليو نورتن والكاتب هو رفائيل كورماك وده راجل حصل على الدكتوراه في المسرح العربي في اسكتلندا هذا كتاب الحقيقه اللي عندنا هنا ان احنا قرينا العروض والمقتطفات اللي جايه من الكتاب لكن هذا الكتاب اولا رقم واحد بيكلم عن مصر العشرينيات ومن خلال ايه؟ من خلال نجمات السينما والمسرح والغناء والرقص اه 384 صفحه بيحكي فيهم كرمك على مصر في هذا التوقيت اولا تكتشف العشرينات ومصر قد ايه ده دل الوقت المجتمع اللي فيه زهو بالتنوع والتعدد المع المعنى اللي بيقول عليه كوزمو ايه الكوزموبوليتاني اللي هو المجتمع متعدد الثقافات والحضارات والمتعايش من كل اللغات على كل الجنسيات على كل الطبقات على كل الثقافات مصر بلد في الوقت ده وحتى امتداداتها في منتصف الخمسينيات وحتى يمكن حتى في اواخر الخمسينيات مصر المتعدده والمتنوعه مصر اللي فيها مصريين ومتمصرين مصر فيها كل جنسيات الارض مصر اللي جاي عرب من كل مكان فيك يا يا وطني عربي ي ي يظهر موهبته ومكانته ودوره هنا في مصر اذا احنا بنتكلم على الكتاب ده بيكلمنا عن سبع فنانات منيره المهديه روزا اليوسف فاطمه رشدي فاطمه سري ام كلثوم عزيزه امير بديعه مصابني لما ابص الاقي روزا اليوسف وبديعه مصابني من اصول شاميه. بديعه سوريه او لبنانيه يعني هي اقامت في لبنان بس في المحصله احنا بنتكلم على الشام وقتها يعني. ومنيره المهديه كذلك لكن وروزا اليوسف اقصد كذلك الف طبعا الفنانه العظيمه اللي تحولت من, من سيدة المسرح الى سيدة الصحافه وعملت مجلتها العظيمه روز اليوسف. لما اتامل الأسماء دي رقم واحد وهو بيختار الفترة دي بيختار فنها رقم اتنين بيختار نسائها رموز مصر النسائية في الفترة دي شوف الفترة دي فترة توهج ثورة 19 وما بعدها وبداية الوطنية المصرية مصر للمصريين مصر اللي عايزة تستقل من الاحتلال العثماني ومن الاحتلال البريطاني مصر اللي بتقول الدين لله والوطن للجميع مصر اللي بتنفتح للثقافات كلها مصر اللي فيها حياه ليبراليه واحزاب مصر اللي فيها طه حسين والعقاد وهيكل واحمد لطفي السيد وفيها عبد الوهاب وفيها رياض الصبح فيها كل الاسماء العظيمه دي فيها كل النوابغ الهائله دي مصر اللي بتستنهض النهضه المصريه طب فلما ابص للنهضه المصريه يبص للفنانات وللمطربات فيها اه مش بس كده لان هم مش بس فنانات و و وسيدات فن لا على راي الناقدة والكاتبة اللبنانية الرائعة منى غندور وكتابها الساحر سلطانات الشاشة برضو على نفس الأسماء أو بعضها يعني اللي صنعوا السينما المصرية وهم كلهم فنانات الفكرة هنا يعني سيدات يعني وسط بقى لما بنتكلم عن ده بنتكلم على مجتمع المفروض متحفظ متزمت بيخرج من التحفظ والتزمت لدرجة المراه تلعب دوره من اول السياسه صفيه زغلول وهدى شعراوي لغايه الفن والثقافه فده المرأة المصرية وهي تستنهض وهي تقود وهي تضيء وهي تنير يعني وبتعمل مدارس فنية كمان يعني الست بديعة مصابني دي دي كانت أكاديمية دي قصة حياة مذهلة أم كلثوم وهي يعني ب ب بتبني حجارة هرمها هرم أم كلثوم وهي بتبني بقى الحجارة طوبه ورا طوبه وحجره ورا حجره كده بتبني هرم ام كلثوم، فاطمه اليوسف اللي بتعمل نزهه اليوسف اللي بتبقى ده سنه 28 انما قبلها سيده مسرح. اللي بتبقى المجله المعارضه، المجله الثوريه، المجله اللي بتقدم اعظم اسماء في الكتابات المصريه والكتاب المصريين اللي بينوروا وبيقودوا كفاح مصر السياسي والصحفي، فاطمه رشدي اللي تبقى نجمه مسرح ونجمه سينما، فاطمه سري المغنيه والمطربه الشهيره والراقصه الشهيره اللي طبعا لها قصه مهمه قوي مع السيده هدى الشعراء اللي بنحكي لكم نحكي لكم بعدين خليني اسمع او اشوف دقيقه كده من حوار كورماك الكاتب اللي عمل هذا الكتاب البديع عن مصر التي يجب ان نعرفها منتصف الليل في القاهره رائدات عظيمات سيدات صنعنا تاريخا وصنعنا وجدانا وجدانا مصريا منيرة المهدية روزاليوسف فاطمه رشدي فاطمه سري ام كلثوم عزيزه امير بديعه مصابني مصر مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوه الحلوات يلا بينا إذا عن الكراهية سوف نتحدث وعندما تقرأ هذه الدراسة تكتشف أن الكراهية لها أنواع شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وإنه الكراهية تكاد تتوزع على كل المجالات فتعطل الحياة كما تعطل القلب تعطل العقل خليني أروح إلى هذه الدراسة القيمة والمهمة للباحث الكبير الاستاذ الدكتور محمد عز العرب اهلا بك يا فندم رئيس وحده الدراسات العربيه والاقليميه في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه ودراستك اللي انا بعتبر انها دراسه شديده الاهميه شكرا. تحت عنوان كيف تسهم الكراهيه السياسيه في تغذيه عدم الاستقرار بالشرق الاوسط ايه انا هطلب من حضرتك الاجابه على عنوان الدراسه لكن ليه عدم الاستقرار ليه مش الفوضى ما هو ليه مش التنازع ليه مش يعني التحارب يعني آه ما هي ليها اشكال مختلفه مم. يعني بتبدا ما هو عدم الاستقرار في عدم استقرار لكن مسيطر عليه آه. لكن الفوضى غير مسيطر عليها صحيح. كما تعلم حضرتك لكن الكراهيه اللي هي بدات تتزايد ملامحها بتكلم على عقد كامل من 2011 آه اخذ ياخذ يعني موجات مختلفه بترتفع حدتها او تقل على حسب السياقات سواء داخل الدول او العلاقات ما بين الدول او حتى علاقات دول الاقليم اللي احنا فيه الشرق مم. الاوسط وما بين آآ آآ العالم الاجابه على سؤال حضرتك طبعا منسوب الكراهيه بيتزايد بشكل كبير آآ آآ انطلاقا من السياقات الحاضنه له السياقات الحاضنه حاجات كتير يعني آآ صورات آآ او احتياجات جماهيريه ثم ورثتها صراعات مسلحة ثم تعثر مراحل انتقالية ثم ملء فواعل المسلحة عنيفة من غير الدول لكيانات الدول تدخلات لأطراف أجنبية في الشؤون الداخلية لنا كل هذه البيئات الحاضنة والسياقات بتعزز من منصوب القراهية وتدفعها قدما بشكل كبير منصوب وصل حتى الأسقام تقريبا في مجتمعاتنا طبعا حضرتك فنت بقى نوعيه هذه الكراهيات اه صحيح <applause> الكراهيه السياسيه لها انماط متعدده حضرتك اتكلمت عن اول وهل الترتيب هنا ترتيب مقصود انه يبقى اول حاجه في الكراهيه الكراهيه المتقابله بين القوى المدنيه والتيارات الدينيه هل الترتيب الاول ده مقصود والله ولا مجرد رصد لا أه 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 اعتقد انه هو كان مقصود آه. لعدد من الاسباب اولا أه يعني الطيارات الدينيه اعتقد ان هي اسهمت بدور كبير في تاكيد منصوب هذه الكراهيه بشكل كبير وانا ما حطيتها هو التصنيف الاول للكراهيه ما بين الطيارات الدينيه والتيارات المدنيه الطيارات الدينيه لانها هي التي استغلت الاوضاع التي مرت بها دول الاقليم وحاولت ان تلتهم ثمار مجرى بحيث ان هي من وجهه نظري ليس الاستحواذ على السلطه وإنما هو تغيير هوية الدول غرض التيارات الاسلامي السياسي وفي القلب منها جماعه الاقوان المسلمين لم يقم لم يكن الاستحواذ على السلطه وانما تغيير هويه الدوله مم. تغيير هويه الدوله كما تعلم حضرتك اللي هو مرتبط مش بالسياسه بس ولا بالاقتصاد بس لكن الهويه الثقافيه التعليم حتى ما نيجي نشوف التمثيل البرلماني ولجانه المختلفه دول مش مننا خالص مم. بدرجه كبيره وما ينفعش حاله التعدد والتنوع اللي كان بتتسم بها مصر في بدايات القرن العشرين يبقى ده مصير مصر تستولى عليه جماعه هي اقرب للفشية الدينيه بعد كل هذه السنوات. وما نيجي نشوف التيارات الدينيه تملي بتصور ان هي بتروج لي انها يعني جماعه ربانيه لديها رساله محدده ارساء بعض القيم الاساسيه لتيجي الممارسه بتقول شيء معاكس تماما لذلك وان هدفها هو السلطه وتغيير هويه تلك الدول بل التعبير عن اجندات اقليميه بقدر ما لا يعبر عن أجندة لكن التعبير وطنية. عن الكراهيه دي اللي هي التكفير والطعن في الاعراض والطعن في الشخصيات يعني شوف حضرتك استاذ ابراهيم هو احد التحديات الحقيقيه اللي احنا ازاي نقيس حاجه اسمها الكراهيه ان احيانا ان الكراهيه ما بتبقاش واضحه للعيان لكن على الجانب الاخر بتبقى في احيان اخرى واضحه سواء عبر تصريحات محدده او مواقف سلوكيه واحنا بنشوف جماعه الإقصاء الإخوان والتعالي ده جزء من الكراهيه الاقصاء تحت والتعالي والتكفير أوه. ونزع الوطنيه أوه. والتشكيك في الايمان بالله سبحانه وتعالى ده مش مرتبط بالاخوان مصر فقط وانما مرتبطه جماعات الاخوان المسلمين هو جماعات يعني... الاسلام السياسي عموما جماعات استعلائيه يعني طول الوقت هو معتقد هو المؤمن وتحته وما هو اسفله يعني طب النوع تاني من الكراهيه كراهيه السائده بين الطوائف المذهبيه والدينيه اه طبعا احنا عارفين الطوائف يعني مثلا عندنا العلاقه ما بين المسلمين والاقباط ونشوف ماذا فعل الاخوان المسلمين بالاقباط يعني تحديدا في مصر بعد 30 يونيو مسلسل حرق الكنائس واستهداف دور العباده المسيحيه اما نيجي نشوف اللي حصل حتى بالنسبه للمسيحيين في العراق بعد الاحتلال استاذ ابراهيم وكذلك بالنسبه بعد الاحتجاجات في سوريا استهداف المسيحيين باعتبارهم ان هم تابعين لنظام بشار الاسد في سوريا. لكن ايضا وفق الاعتبارات المذهبيه الحاله المثاليه ليها اللي هي حاله الحوثيين في اليمن ها. وبنشوف الى اي مدى ازاي الحوثيين بيتعاملوا مع الاخر المخالف ليهم بشكل ازاي عن طريق السيطرة على وسائل الاعلام تغيير منهج التعليم نيجي نشوف الوسائل الاعلام المحلية اليمنية بتكلم على حوسنة التعليم بدرجة مم. كبيرة وده منذ سيطرتهم على عاصمة صنعاء بس برضو الدول التي تسيادها مذهب بتكره المذهب الاقل او المذهب الاقليه وطول الوقت في شيطنه كل المذاهب لبعضها، حتى متجاوز المجتمع الواحد المتعدد ممكن بيكرهوا بعض المتعددين جوه المجتمع، لكن ممكن يبقى مجتمع سائد فيه مذهب واحد بس كاره المجتمع اللي جنبه, جنبه اللي فيه مذهب مختلف. لا بالزبط آه بالزبط لكن اللي بيأججها اما بتكون مرتبطه بحاله صراعيه ممتده. <applause> خاصه وان جماعه الحوصي او جماعه انصار الله الحوثي بتحاول ان هي ان هي عانت لمده سنوات خلال حقبه الرئيس علي عبد الله صالح وان الوقت يعني نفس ان الوقت يعني وتيجي تشوف بقى التعبيرات الخاصه بالصقر والعنف وتصفيه الحسابات وان اللي مش يعني هيتصرف كجماعه دينيه مش كجماعه وطنيه, وطنية طبعًا, طبعا طيب السؤال هنا برضو فيما يخص الكراهيه الثالثه النوع الثالث المكتومه بين ساكن المركز وقاطني الهامش ليه المكتومه ومين ساكنين المركز وقاطيني الهامش الا الهامش اللي هم مرتبطين ساكنين الاطراف مم. وليس في قلب العواصم المركزيه اللي بتبقى بيتمتعوا بدرجه كبيره بعوائد الريف الحضر يعني بدرجة يعني يعني اه اه لكن اكتر يعني يعني بنيجي نشوف ده اللي احنا بنقول عليهم مثلا ساكني مدن الصفيح اللي هم بيعيشوا على اطراف تلك المدن الاشاره حضرتك قلتها مثلا مش موجوده في مصر بس أوه. يعني بنلاقي في مصر بنلاقي في تونس جزء من فرنسا بالزبط. سكان الضواحي يطلعوا اللي هو الضواحي البائسه آه تدمير وحرق بالظبط وبتلاقي ان فيهم جزء منهم من تركيبتهم او القاطنين في تلك المنطقه من جنسيات عربيه بشكل آه كبير في فرنسا او في فرنسا وفرنسا ابتدت تضع هذا الموضوع مم. على قدر كبير من الاهميه في ظل ارتباطه بتجنيد العناصر الارهابيه مم. في تلك المنطقه لانها هي بعيده عن مثلا آآ 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 الوسائل المواصلات الأساسية عدم قدرة سيارات الإسعاف على دول. هنا أتحدث عن مناطق عشوائية في هذه الدولة العربية لكن أنا بتكلم في دول يعني برزت في فرنسا برزت في بلجيكا م. بدرجة كبيرة وبالتالي في تونس على سبيل المثال الاحتجاجات الليلية م. التي شهدتها تونس خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت في جزء كبير جدا منها م. من المناطق الهامشية غير التنموية وبتلاقي حضرتك تعبيرات بقى يا أستاذ إبراهيم يقول اليأس المتميز مم. بمعنى أن هناك بعض المناطق المتدهور فيها الأوضاع التنموية لكن نسبة وتناسب في دول آه. يعني أوضاعها التنموية مم. متدهورة للغاية على نحو يجعل اليأس بالنسبة لها آه. مختلف عن آه. المنطقة المجاورة حتى ده. اليأس له درجات حتى اليأس له درجات <applause> <بالزبط. تصفيق> ده حتى الجفا محروم <applause> منه دي طيب النوع الرابع الكراهيه المتجدده بين داعم الثوره ومؤيد الاصلاح واحنا وشايفين منسوب الكراهيه المتبادل لكن انا عايز افهم ليه وسره ايه اولا هناك في ليه مش وجهات نظر كل واحد يتبنى وجهه نظر وطريقه للاصلاح انا اصلاح الان حالا فورا ثوري والتاني عايزه تدريجي وشويه مش يعني يعني ليه ليه كارهين بعض يعني أنا يعني أنا متفق مع حضرتك لأن حتى الثورات ممكن أنا أبقى مش موافق على ثورة 25 يناير يعني. لكن لولا ثورة 25 يناير ما كانش في 30 يونيو 30 يونيو جت لتصحح المسار الذي انتهت إيه ثورة آه 25 يناير طب في حد يعني كي يكون مؤمنا ب 25 يناير لازم يكره 30 يونيو مش بالضروره حد عشان يبقى منتمي ل 30 يونيو لازم يلعن سن سفير 25 يناير ليه؟ دول الاثنين موجودين في الدستور آه. لكن صار. انا عايز اقول يلعن الدستور برضه يعني حاجه <applause> مشكله بائسه جدا اه لكن انا شايف ممكن الكراهيه مرتبطه بتعارض المصالح م. ممكن اي من الثورتين ممكن 25 يناير و 30 يونيو او الثورات اللي جايه في الاقليم اضرت لي ومصالحه وبالتالي اللي بيضر مصالحي ما آآ آآ واحيانا مصالح مرتبطه بالقدره على البقاء تشتيت عائلات واسر مم. اما تيجي تشوف حضرتك يعني مثلا ما حدث في سوريا مم. تلاقي ان الاسره الواحده منتشره في اكثر من عشر دول مم. الام في مكان والاولاد في مكان والاب في مكان والاطفال في مكان مم. فبالتالي درجه اللي احنا نقول آآ آآ التفهم والاختلاف في وجهات النظر مم. ممكن ده مش مرتبط ببعض الفئات لكن بجزء منها اللي هي حصل فيها تعارض مصالح فقدت وظائفها يعني اللي عاملين مثلا في قطاع السياحه مثلا على سبيل المثال الواحد مثلا اما بيقابل ناس من سائق التاكسيات شوف يقول لك انا غيرت مهنتي من هنا لهنا بسبب ثوره 25 يناير وبالتالي انا اعتقد ان المحك مرتبط مش بحاله شعوريه بقدر ما هي مرتبط بتعارض مصالح وفقدان مصالح اقتصاديه بدرجه اساسيه النوع الخامس والكراهية وسميتها الدفينه بين قوى الحراك الشعبي والنظم الحاكمه السابقه. طبعا يعني قوى الحراك الشعبي هنا انا اتحدث بالموجتين، الموجه الاولى الخمس احتياجات العنيفه اللي تحولت ثورات واسقطت نظم ما النظام السوري وحتى الموجه دي كانت في 2011، الموجه الثانيه في 2019 بالنسبه للحاله السودانيه. السودان من الجزائر. اه دي شويه قوى لان هي شايفه ان آه تلك النخب في <applause> وجودها <applause> ولازال بعض أذنبها هو السبب في الأوضاع البائسة التي تتعرض لها سواء فيما يتعلق فقدان شباب لوظائف سواء فيما يتعلق عدم القدرة على إدارة بعض المشكلات م. المجتمعية بدرجة كبيرة وبالله يا أستاذ إبراهيم بعض التعبيرات اللي بتوصف دولة علشان كده أنا وصفتها كرهها فينا يعني مصطلح الفلول عندنا في مصر آآ آآ أزلام نظام بن علي أنصار البشير في السودان آآ آآ مفهوم العصابه، ده العصابه ده مم. يعني لما نيجي نشوف كان في كونسبت جديد كده للعلوم السياسيه للاقتراح وصف رموز النظام السابق في الجزائر بالعصابه آه وتلاقي حضرتك اذا كانت دفينه في جزء كبيرة آه من آه الحراك لان في بعض النظم لا سال موجوده في م. الحكم، يعني على سبيل المثال الوضع في لبنان م. لم يتغير، الوضع في العراق غير متغير، لكن عندنا في الحاله مثلا على سبيل المثال في السودان هناك نظام حكم بدأ يتغير بدرجه كبيره لانه في جزء مكون عسكري ومكون م. اخر مدني وبالتالي العلاقه بتتسم بكراهية يعني نسبية ما بين ده صح. وما بين ده قبل ما أروح للنوع السادس الكراهية الحادة بين العمالة الوافدة وقطاعات مجتمعية من الدول العربية المستضيفة لها وده شيء نلمسه صح. وكمان يعني مصدر إزعاج رهيب لأنه ضد القيم حتى ضد القيم ال اللي المفروض نعمل على عربيه القيم العربية وبتاع. صح. خليني بس أروح إلى فيديو لنجم كوميدي امريكي عمل عن الكراهيه وازاي العالم كله بيكره بعضه دلوقتي والدول بتكره بعضها يعني دقيقه ممتعه تستحق لانك انت عامل لها عنوان خاصة في العلاقات الدوليه كراهيه الدول لبعضها تعالوا نروح للفيديو ده نشوفه. عبقاري. معبر بشكل او باخر عبقري عن كراهيه مشتركه <applause> بين شعوب وامم يعني. <applause> النوع ده بقى العلاقات الدولية الكراهية في العلاقات الدولية بوصفته ازاي دكتور محمد هو نوع ما مختلفة يعني احنا بنلاقي مثلا الكراهية من بعض شعوب دول الاقليم تجاه الآخر، الآخر ده سواء بالنسبة للدول الغربية اللي هي طول الوقت قاعدة بتلوح لينا بسلاح العقوبات الاقتصادية التلويح بالانتقادات بقى الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان عدم تسليح بعض القدرات للجيوش في المنطقة اللي هو صلاح العصا والجزرة بنلاقيها حتى بالنسبة لكفاية 19 أوه. يعني بنلاقي إن في فئات اللي هي لا تستطيع إن هي تحصل على اللقاحات م. التي تؤمن لها مثلا قطين العشوائيات زي ما كنا بتكلم مع حضرتك او اصحاب الدخل المحدود في الوقت اللي بنلاقي دول غنيه ودول اكثر تقدما بتخزن اللقاحات بدرجه كبيره صحيح. كما لو ان المال بيتقدم على الصحه واضح ان كوفيد 19 يعني اظهر كراهيه دفينه وطلع على السطح طبعا وكل واحد انا انا الاول وانا نفسي آه ويعني بالزبط ويعني بالظبط الكمامات على سرقه اللقاحات آه. واجهزه التنفس الصناعي مم. لا هو من الواضح ان كوفيد عمل اقتصاديات خاصه بيه بدرجه كبيره آه. واقتصادات كراهيه كمان طبعا طيب بنتكلم بقى العماله الوافده المهاجرين والمجتمعات اللي هاجروا اليه آه. والى اي درجه بترصد هذه الكراهيه يعني انا شفتها يعني مش عايز اقول ان دي حاله وحيده لكن ده انا رصدتها كانت حاله الكويت وكانت حاله معبره للاسف رغم ان الشعب الكويتي بالنسبه لقطاع من المصريين آه هو محب لينا واحنا محبين ليه لكن كان في اتجاه عبر عنه بعض الشخصيات يعني آه سواء داخل مجلس الامه ستي زي مم. صفاء الهاشم مم. وبعض الرموز الصحفيه والاعلاميه حتى لو لم تعبر عن الطيار الرئيسي داخل المجتمع الكويتي لكن بتعبر عن وجود شخصيات ما آه. بتضمر العداء بس انا بشوف ده حتى بالنسبه لمصر مثلا فلأ اصوات انا رايي انها غبيه وحمقاء بتهاجم السوريين اللاجئين السوريين. بنلاقي في الدول الاوروبيه طول الوقت تعويل على المهاجرين بأنهم الم... مصدر الوباء أمريكا نفسه ترامب شغال على أن المهاجرين هم أصل كله مصيبة يعني وأي مم. حاجة يبقى المهاجرين يلبسوها يعني الفكرة دي واضح أنها عالمية مش بس مم. مم. في بلد دون أخرى يعني ما هي مرتبطة برضك بيأس. أولا عدم قدرة أي دولة في العالم على المواجهة الناجعة في التعامل مع هذا الوباء يعني مم. أمريكا بقدره الرعايه الصحيه والنظام الصحي اللي موجود لم تستطع يعني احنا بنتكلم في يوم واحد حجم الاصابات بيصل لي من 180 ل 200 الف حاله بس يا فندم هل ده له علاقه بكوفيد 19 بس ده ما قبل ده يعني الـ 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 الاستنفار ضد المهاجرين واللاجئين موجود في طبعًا. في المجتمعات من طبعًا. قبل وباء يظهره او جائحه تكشف. ما عارف بقى صعود اليمين المتطرف آه. اما بيوصل للسلطه بيبقى في قواعد مجتمعيه اللي اوتزلته آه. وقواعد مجتمعيه جديده تؤمن بما يطرح وبالتالي بتبتدي تدافع عن هذه الافكار اللي هي من شأنها ازاحة يعني منطق الازاحه استاذ آه ان كل المشاكل دي هي سببها صعب الاخر أنا آه. خالص. وحتي ترامب ما كان بيوصل مم. بالنسبه لكوفيد ان ده الوباء الصيني آه. في اشاره آه. الي ان الصين هي سبب مم. آه هذا آه الوباء وبالتالي الصعود بالنسبة للطيار اليميني المتطرف بالمناسبة إذا كان الصورة الحادة ليه كان ترامب لكن موجود في عدد من الدول الأوروبية التأكيد. الأخرى آه. وفي مغذيات بقى ليه م. ليه مغذيات يعني حينما تفشل في التعامل مع بعض السياسات بيتم المجني عليه على طول متهم زي حرف حركة حرف حركة عندنا التفكير بمنطق المؤامرة برضك آه. أما بنعجز عن حل اي بعض المشاكل آه. رغم ان المؤامره خلاص ما بقاش نتكلم على المؤامرات الخفيه آه. اصبحنا نتحدث في عصر المؤاما المؤامرات العلنيه صحيح آه نخرج بقى من منسوب الكراهيه او نقلله على الاقل ازاي؟ ايه يعني العنوان الكبير لفكره متى الى متى سيستمر منسوب الكراهيه في الارتفاع ومتى يمكن ان نقلل ونخفض هذا المنسوب وما فيش طموح من باب ان احنا نخلص الكراهيه وننهيها يعني، بس نقل الاقل نقلل درجه يعني اشتعالها. شوف حضرتك هو في مسارات مختلفه لانه هو من المتعذر والمكان اللي احنا يعني باداه سحريه نقدر نقلب مجتمعات من كارهه لبعضها الى متصالحه مع بعضها. لدرجه ان انا يعني صادفت تعبير ان الدول اللي اما خارجه من كراهيه او متجهه الى كراهيه او هي قائمه في حال الكراهيه زي حال الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي. في مسارات مختلفه، المسار الاول مرتبطه باطلاق المبادرات طوال الوقت اللي بتطرح اللي هي من شانها تعزيز مساله التسامح والاخوه الانسانيه، مصر والامارات في هذا السياق بيلعبوا دور كبير جدا. يعني كانت في مبادرات وتم التوقيع عليها في حضور شيخ الازهر حدود بابا الفاتيكان بشكل كبير وبالتالي بس ما بتحسش المبادرات دي مبادرات نخبويه من فوق مش واصله للناس ما هي ما هي مش هتقدر يا استاذ ابراهيم تفتح وسائل التواصل الاجتماعي وانا عايز اسالك صح. صح اخيرا على هل مسؤوليتها في اذاعه هذه الكراهيه وتعظيم هذه الكراهيه؟ ما هنا بقى مش هتبقى وسيله او مسار بعينه، آه. لكن احنا نتحدث عن مسارات متوازيه مم. وليس مسارات متتاليه، آه. يعني ما فيش مسار هو لا مش حل. ورا بعضها. اه هي هتبقى مم. جنب بعضها لان في يعني الادوار اللي بتتكلم عليها عن وسائل التواصل الاجتماعي، لان اعتقد ان هي هي مش انشات هي زودت كشفت. كشفت. يعني هي حاله كاشفه وليس وعزم. على دله. بس وعظمت. طبعا. موضوع طبعا بدرجة كبيرة صوت صامت واحساس خفي طبعا فلما الاقي حد بيقول نفس الكلام بقى وبينفخوا جوايا بس انت عارف يا استاذ ابراهيم وسائل التواصل الاجتماعي زي مم. اي اداه مم. انت معاك سكينه ممكن تقطع بيها تورطيه طبعا ممكن طبعًا. تقطع بيها راس انسان صحيح هي العبره بالوسيله انت بتستخدم فيها مم. ايه وجزء من التحديات يعني احنا تملي بنتكلم على الجيت كيبر آه. حارس البوابه ازاي؟ ادي دي ما حارس للبوابه مم. لكن هي ازاي نعمل ترشيد لهذا الخطا نشيل البوابه للأسف لازم تبقى موجوده اشكرك <applause> <applause> جدا دكتور محمد عز العرب اشكرك للغايه انا اللي بشكرك اشكركم والتقي بكم الاربعاء القادم باذن الله اما الغد فموعدكم مع نجمي الاعلام الاستاذه كريمه عوض والاستاذ خيري رمضان حديث القاهره